عمر كتيري، مسير شركة مونا جنسي. تنظموا اليوم هذا المعرض سامير اكسبو، معرض صيفي اللي جا من بعد ما ترخصوا لي زيفينمون ولي سالون. الفكره ديالو جات باش نتيحوا للتجار يقدموا المنتوجات ديالهم ويسوقوها ويقربوا لي كونسوماتور، يقربوا الناس. الشيء اللي دفعنا اننا نخرجوا حتى حنا للبلانير، توحشنا نخرجوا شويه للزنقه، نشموا الهواء، نمشيوا للغابه. جينا اليوم لهذا ليسباس ار ناتور باش نقربوا الناس ويدوز. كاين دي زاكتيفيتي، كاين دي سوربريز، كاين دي طومبولا، كاين بزاف ديال الحوايج اللي داروا باش يشجعوا الناس على انهم يجيو ويشوفوا ويتقداو سلعات وتدور الحركه واحد شويه. وحنا تنرحبوا بالناس، تنقول لهم يجيو يزورونا ويشوفوا، يخرجوا شويه، يجيبوا وليداتهم، كاين فين يلعبوا، كاين فين يدوزوا نهار مزيان هنايا. وعندنا اليوم السبت وغدا، مرحبا بهم. احنا هنا بور لي دو جور، كاين دي طومبولا، كاين دي سوربريز، كاين دي بروموسيون وبزاف ديال الحوايج زوينين. السلام عليكم، معكم زينب اليغونس. كنقدم لكم المنتوج المحلي ديالنا، كنديروا بري ابورتي بور فام. كنتمنى الزبناء ديالنا يجيو يزورونا في لو ستاند اللي دايرين في اون بلانير. كنشجعوا بحال هاد المعارض اللي كيكونوا كيضيفوا واحد اللمسه ديال التعارف. كيجيو هنا لي فامي، كيجيو الناس كيدوروا في الويكاند وكيزورونا. وكنتمنى اللي جا عندنا يستافد، يشوف لي زارتيكل ديالنا. حنا ما كنديروش، كنديروا منتوج محلي. ومرحبا بكم. دونك حنان حرابيده، انا ار ثيرابوت. دونك شاركت في هذا المعرض باش نقدم دي زاتولي ارتستيك، دونك دي زاتولي ارتستيك. وهاد لي زاتولي كل ورشه فنيه عندها هدف ديالها، سورتو للدراري الصغار. دونك كل ورشه فنيه عندها الهدف ديالها. دونك الهدف ديال كل ورشه فنيه، بحال دابا كانت هاد الصباح هذا كانت درت الورشه الفنيه الخاص بالثقه بالنفس، تعزيز الثقه بالنفس، التركيز، الاطفال اللي عندهم مشكل ديال التركيز، ونبدل بعض المشاعر. دونك كانت عندي اتولي لاخر ديال تغيير بعض الاحاسيس والمشاعر السلبيه بالمشاعر والاحاسيس الايجابيه. سلام، منال الشرايبي ونور الدين الشرايبي من شركه فاينا، شركه 100% مغربيه. كنديروا المواد المحليه بحال العسل، املو، الخليع، سمان، زهر، جميع المواد زعما ديال التيغوار المغربي. وعندنا حتى لاكوس دو فاني ديال مدغاسكار. وجينا شاركنا في هذا سامر اكسبو في بوسكوره في اغ ناتور. الحمد لله لانيماسيون مزيانه، ايديا دو موند، لومبيونس زوينه مع لا ناتور، توحشناها مع الظروف ديال الكوفيد وديكشي. هنا ليسباس فيغ، كاينين دي جو بوغ لي زونفون، كاينه لانيماسيون، كاين ان اسباس ريستورون بوغ الناس اللي بغاو يجيبوا وليداتهم يدوزوا لا جورني. زعما واحد المتنافس زوين، الحمد لله حتى الجو نفعنا هاد الويكاند. هاد المواد كلهم اللي عندنا حنا دابا في ليكسبوزيسيون كلهم جايبينهم من بلادهم اصلهم، من سميتو الخليع، الخليع واكريش والسمن جاي من فاس، العسوله كلهم جاي من سوس، املو تا هو جاي من سوس، وعندنا زعفران ديال تريوين تا هو، وعندنا تا هو لاكوز دو فاني، النبته ديال لافاني جايه من مدغشقر. هذا المعرض راه اليوم وغدا ان شاء الله حتى العشيه. السلام عليكم، معكم انصاف الرغاي، رئيسه ديال جمعيه رعايه بنو السبيل، المؤسسه الرعايه الاجتماعيه دار الميمه اللي كتواجد بالهراويين، كتكلف بالاطفال في وضعيه صعبه. اليوم حنا كنتواجدوا في اغ ناتور، حضرنا ان ستاند بوغ اكسبوزي باش يعني اكسبوزيو الاعمال اللي كيديروا الوليدات. عندنا دي كارت بوستال، عندنا دي بتي كوكيز، دي غاتو. والهدف من هذا اللقاء هذا هو اننا نقربوا المواطن، لان الجمعيه ديالنا جات بعيده في الهراويين، دونك صعيب على المحسنين يجيو عندنا. حنا قربنا، الهدف من هذا العرض هذا هو نتعرفوا على الناس ويعرفوا الوليدات ديالنا.
حنا كنتكلفوا بالطفل من عامين حتى ل 25 سنه، كنواكبوه في جميع المراحل الحياه ديالو، في التربيه، في الصحه، في البيداغوجيه ديالو، حتى كنوصلوه للعمل ديالو، كيندمج كيولي مواطن صالح الحمد لله في المجتمع. دونك الهدف من هذا الستاند باش نتقربوا من المواطنين. حنا كنتسناوكم اجيو زوروا هذه المعارض ديالنا والمعارض اللي كاينه موجوده حدانا. مرحبا بكم، لو كادغ تري زاغريابل، الناس تبارك الله يعني الاستقبال ديالهم رائع، الجو لطيف، ومرحبا بكم معنا. ميرسي بوكو، ميرسي.